بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس بشنجداس من كتاب حامد حامدين. كتاب اقرأ بصوت عال بلند أغوز بلند أقين. سعيد أكتاب محمد هذا يا ياسر. يا ياسر أي ياسر بو محمد نين كتاب م ياسر ياسر جواب بيريبت. لا هذا كتاب حامد يوق بو حامدين كتاب. سعيد أين كتاب محمد سعيد أتيبت محمد نين كتاب خير ده. ياسر هو تحت المكتب هناك ياسر جواب بيريبت. او أنا ويردي ستولنين تجده تحتدن كينجي كليتكن سوزن آخرن إغلامس ها بو يردى تأمل ديبتلر أويلب كور كتابون آخر كتابون بو علاقه ده بيرليتكن سوز حامدون هم علاقه ده بيرليتكن سوز يعني اندى حامدنين كتابه ديماخشي بولسهيك كتابو ده منه تانيين قلب تشليمز ده كتابو قلمز و حامدون حامدين قلمز شنده حامدنين كتاب بولد. برنچ سوز ده تانین بولمیده، اکنچ سوز ده تانین بلن، این بولد. اگر الیف لامسز بولسه، الیف لام بلن بولسه، بولسه ای بولد. الیف لامسز بولگنه چون این بولده. خب، کتاب حامدین من حامدین کتابه. کتاب حامدین حامدین کتابه. کتاب خالدین خالدین کتابه. قلم یاسرین یاسرین قلمه. قلم علي علينين قلم دفتر عمارين أمارين دفتر دفتر ماجدين ماجدين دفتر حقيبة بلالين بلالين سمكسة بارتفيل حقيبة محمدين محمدين بارتفيل بيرد بزنين درسمز نمادرنين نمادر بالانشنين نمادر demoqchi bo'lsak, shunda biz birinchi so'zga tanvin bermaymizda u qilamiz. Ikkinchi so'z agar alif lomsiz bo'lsa, in qilib o'qiymiz. Doim agar alif lom bilan bo'lsa, albatta i bo'ladi. Shuni eslab qolamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.